اوكي دكتورة اسين يو كان ستارت ذا فلور از يورز. Thank you, sir. Our subject today is about acute right ventricular failure. Next, please. Right ventricular failure, it's a syndrome which caused by dysfunction of right side of heart, but predominantly is right ventricle, which impaired of ability of right heart to perfuse the lung at a normal central venous pressure. Next, please. So now more frequently identified in current practice, because we see more predisposing condition to the right-sided failure. By the way, the most common conditions for right ventricular failure, it's left ventricular failure with myocardial infarction. Here it's mean also right-sided infarction. Regarding epidemiology of the right-sided failure, it's about 5 to 10% per thousand per year. The meta-analysis showed prevalence of right-sided dysfunction. أسين، ألو أسين، أسين، اختفى الصوت مال أسين. أسين اختفى صوتك أسين. أسين 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 صايرة ميوت. أسين ألو أستاذ، سمع افتح السماعة. إيه لا افتح سماعتك عزيزتي. بعد حتى أستاذ أي أوكي أوكي يلا أنا كنت أن ميوت. أوكي 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 يلا ماشي كمل. أوكي احنا نعرف الهارت هارت فيلر عموما. الهارت فيلر يعني الليف سايدد هارت فيلر هو تو تايب. هارت فيلر وذ ريدوسد اجكشن فراكشن اللي هو هذا ال ار اي اف، وعندنا بريزيرفد اجكشن فراكشن. فهو شافوا الرايت سايدد فنتريكولار ديسفانكشن از مور with a reduced ejection fraction about 48% عن اللي preserved ejection fraction اللي هو between 20 إلى 40%. بس next please. بس الجماعة اللي عندهم heart failure preserved ejection fraction عندهم some clinical manifestation more نقدر نشوف بيهم انه عندهم AF، ونقدر نشوف بيهم انه صاير عندهم هيستوري مال كاردييك سيرجري. زين بالنسبه للرايت سايدد هارت فيلر نقدر نشوف الرايت فنتريكولار ديسفانكشن بيهم اللي البيشنت اللي عندهم هيستوري مال بالموناري ارتري بريشر، هاير بالموناري ارتري بريشر او هاي ليفت اتريال بريشر، مثل ما قلنا هارت فيلر وذ ريدوسد ejection fraction أو history coronary artery disease obese pulmonary diseases عندهم. sleep disorder هم نفس الشيء، يعني sleep apnea و diabetic، بس شيء لاخ إنه هو more predominant بال male patients. next please. هذا اللي قلت عليه إنه heart failure ال right sided ventricular dysfunction بال preserved ejection fraction. ممكن اكسترا تشوفون انه اي اف او كاردييك سيرجري عندهم. استاذ وليد اتصل عليك. عفوا استاذ وليد، استاذ وليد اذا تسمعني. عمو. نعم اسين تفضلي. سوري ولو هو محاضرة وقاطع، بس مقيم الكسور اللي حضرتك طلبت هسه هاجر hey. راح تخابرك عليه. خابرني أنا أحكي. ماشي ماشي أوكي أوكي. Hey.
sorry for this interruption. Regarding the pathophysiology of right-sided failure. Next, please. أحب أشرح على الصورة. Next, please. بالنسبة للpulmonary circulation, بس عفوا, if you can return to the back to that picture. بالنسبة للpulmonary circulation, هو pulmonary circulation يختلف عن systemic circulation إنه هو less resistance و more compliant. يعني شنو؟ يعني دائما الضغط اللي بالpulmonary circulation أقل من الضغط بالarterial system و more compliant الarterial system اللي بيه. والدليل على هذا إنه دائما pressure بالright atrium والright ventricle أقل من الليفت سايدن. اوكي؟ فمثل ما تشوفون هسه بالرايت اتريوم البريشر موجود 3. مرات هو من 0 الى 3 الى 5. بالفنتريكل 25. زين، احنا نعتبره بالمونري هايبرتنشن اذا المين ارتريال بريشر مور ذان 25. طبعا يختلف عن السيستميك بريشر. لأن إحنا systemic pressure هذا pulsating pressure. ما أدري إذا قدرت أوصل الفكرة لو لا. إحنا أكو إحنا مشكلة لحد هسة، لأن إحنا مهم إذا نفهم إنه pulmonary circulation compliant و less resistant. أوكي أمشي أعبر. عفوا دكتورة أسيل، هذا ال 10.5 شنو هذا؟ ما سمعت الصوت قطع بالبلمونري سيركيليشن. ايه بلمونري كابيلاريز، هذا ال 10.5 شنو؟ 10.5؟ وين ال 10.5 دكتور؟ هذا فوق الكابيلاريز. الكابيلاريز، مو انا يمي طالع هذا مال السكرين. هذا مال الكابيلاري. هذا مال الكابيلاري بالبلمونري كابيلاري. يس، هذا pulmonary capillary pressure. اوكي thank you very much. اعيد دكتوره ميس. ماشي دكتوره ميس، احنا بالpulmonary circulation هسه احنا عندنا systemic circulation، عندنا pulmonary circulation. احنا right sided خلينا نقول arterial or ventricle البريشر يمنا اقل دائما، حتى لما حتى والcirculation خلينا نقول pulmonary arterial system البريشر بي أقل والكومبلاينت بي أعلى، فحتى لما يضخ الفنتريكل يستقبل. هذا دا أحكي نورمال فيزيولوجي، أنا هسا ماكو أي باثولوجي. لما يضخ بالفنتريكل راح يستقبل بسهولة لأن كومبلاينت. أوكي، فشوف هنا المين، هناك شوفوا مثلا المين هو مسوي من 24 على 9، فالمين بين 12 إلى 14. بس لما يصير المين arterial pulmonary arterial mean أكثر من 25، فمننا نبدي نفكر إنه هذا pulmonary artery pressure بدأ يصعد. أوكي، بعكس دكتورة ميس لاحظي إنه arterial system، شوفي left side ال pressures، شوفي 120. ليش 120؟ لأن arterial system يحتاج ضغط أكثر حتى يعبر هذا الضغط بالضخ الهارت، حتى يعبر هذا الضغط ويتفعل البلاد to the body. بس الرايت سايد ما يحتاج هيك بريشر عالي حتى يضخ البلاد to the lungs. Why? Because the lung has low pressure system, more compliant and less resistive. وصلت الفكرة دكتورة؟ لو عشت إيدش أما عشت إيدش شور؟ أكيد أوكي تدللي. أوكي نيكس يس. زين، فشنو الميكانيزمز أو باثوفيزيولوجي اللي يصير ويانا رايت أكيوت رايت سايدد هارت فيلر؟ بيا طرق بشنو؟ أول شيء
suddenly increased right ventricular afterload. يعني suddenly increased ال pressure بال arteries بال right بال pulmonary arteries زاد فجأة ال pressure اللي هو afterload نقول له ماشي بيا طريق بطرق pulmonary emboli أو hypoxia صار أو acidemia hypothermia هذول of course they will cause what هذول الثلاثة شي يسوون hypoxia acidemia الهايبوثيرميا هذول شي يسوون ليش هذول يزيدون الافترلود increase pulmonary vascular resistance yes for this reason they increase the afterload so هذا suddenly they increased pulmonary artery pressure فهذا ممكن شي يسوي cardiogenic shock الright ventricle ما يستحمل هذا sudden increase بالpressure okay هذا أحد الميكانيزم. الميكانيزم الثاني إنه صار عندنا مشكلة بالcontractility. يعني صار الright side MI مثلاً. يعني ischemia MI أو myocarditis أو cardiac surgery post cardiac surgery shock صار. هذا صار poor in contractility بالright ventricle. المشكلة هسه مو بالافترلود هسه المشكلة بحد ذاته بالرايت فنتريكل ماكو كونتراكتيليتي اوكي سو هنا صار عندنا تو ميكانيزم ايذر بروبلم ان ذا كونتراكتيليتي اور ذا افترلود حد هسه اوكي هذا الباثوفيزيولوجي نيكست بليز زين ذس كويستشن إذا عندنا left-sided systolic function يصير impaired في حالة right-sided heart failure من خلال ventricular interdependence effect أو mechanical flattening or of interventricular septa. How? تذكرون pulmonary embolism قلنا بال interventricular septa راح يسوي ويانا يصير فتشي أو ventricular interdependence effect يعني شنو؟ يعني interventricular septum راح يطغى الشغل ماله من الventricle على right على left زين هنا زين ليش left ventricle صار impairment هنا how إيش صار An imagination. Venus return the left side. هاي قلبي حاله. Venus return. شلون؟ The left side. لأنه ما دام صعدنا pulmonary obstruction نقول بال flow. فالVenus return the left side has to be impairment أيضا. عفوا. Venus return to the left side. أي نعم. فهذا حيؤدي إنه left side dysfunction همينة. لا راح أعيد again دقيقة أنت الضغط صعد بالright ventricle صح نعم interventricular septum عندك بي مشكلة صح صار طاغي خلي هيك نقول ماشي هنا عندك هو أنت قريب بالفكرة بس مو الفينوس ريتيرن يقل بالليف ventricle عفوا دكتورة أسيل اللي حيصير لنا paradoxical septum effect yes يحيصير عند impaired filling of left ventricle because of a pressure increasing pressure inside right ventricle yes pushing the septum towards the left side yes exactly فيصير عندنا impaired filling of left ventricle during diastole عافية هو المشكلة هنا يس ثانك يو دكتور أحمد ثانك يو شكرا دكتور هو مو impaired ventricular الفينوس لأن إحنا ماكو عندنا فينوس بالليفت سايد الفينوس ريتيرن كله للرايت الليفت هو كلامك صحيح impaired feeling بس feeling of the left ventricle بالدايستول يقل فأنت الفيلينج
لما يقل بالليف فنتريكل ماكو فوليوم بعد يضخ لك اياه. هسه راح تشوفه بالصور راح افهمك اياه. زين انت لما ماكو عندك فوليوم بالليف فنتريكل هذا راح يسوي ستيميليشن للبادي، يقول له انا ما عندي فوليوم، هو هيك يفتهم البادي فيسوي ستيميليشن تو ذا هرمونال سيستم، فيبدا الرينال شو يسوي؟ صوديوم اند موتور ريتينشن، فيبدا ساين سيمتوم مال الرايت سايدد فيلر اللي هو ديبندنت سايد ايديما ورايزد جي في سي. هسه راح نبدا نشوف الساين اند سيمتوم. نيكست بليز. نيكست. يس هو هذا اللي كنت اقول لكم عليه. شوفوا الصوره الابنورمال. شوف دكتور لما نشوف الرايت سايد لما يكون دايليتد ضغط على السيبتم صار فلات، اجى طغى على حصه الليف فنتريكل صار دي شيب. هذا نشوفه بالايكو هواية لما يصير بالمنري هايبرتنشن او اكيوت بالمنري امبوليزم، فطغى على الليف فنتريكل صار حجمه قليل، ما راح يستوعب البلط كافي حتى يضخه للبادي. So by this mechanism there will be decreased filling in the left ventricle and cause left ventricular impairment and cardiogenic shock. Next please. هذا ال interventricular interdependence. ذاك الصورة كان interventricular septum flattening with D sign. هذا ال interventricular interdependence. يعني هنا هذا ال four chamber view by the way. هذا right ventricle, left ventricle. هذا ال right atrium, left atrium جوا اثنين. للأسف ما دا أقدر أأشر. هنا ال right ventricle septum. Right ventricle, yes. Yes. هذا septum صار bouncing to the left ventricle. فدا تشوف إيش قد قل المساحة بالليفت فنتريكل. Next please. زين. هذا البرشيس سايكل اللي راح يبدي يصير. Right ventricle pressure صعد. يبدي يقل الكاردياك أوتبوت بالميكانيزم اللي قلنا له. ويبدي هايبوتنشن يصير. Yes, yes, and after that, right ventricular perfusion هم راح يقل. هاي حسب إنه كل البادي راح يقل ال perfusion ماله. والfree wall my right ventricle هم راح يبدي يصير إسكيميا ويقل ال contractility again وهكذا ويا راح يبدي again نرجع على نفس السالفة. هذا بالacute condition. راح هيجي يبدي يصير. زين next please. Next please. إيه هاي الصورة هذا بي مال أكيوت وهذا مال بي مال كرونيك. هاي أول شيء هسه الدكتور وليد يأشر لكم إياه، هذا الأكيوت إذا هم نفس الشيء إذا فجأة right ventricle after load صعد مثلا pulmonary embolism صار hypoxia acidosis. هنا increased myocardial stress ويا right ventricular hypertrophy جوا هذا ما راح عندك مجال بالأكيوت. هذول اللي بالأزرق اثنين هذول فقط عندك بي مجال بالكرونيك. عفوا أستاذ وليد بالincrease myocardial wall stress وبالhypertrophy هذول الأزرق اثنين. إيه هذول الاثنين فقط بالكرونيك يصيرون gradually، فهذول راح يصير ويا الوقت بس. ال afterload والventricular interdependence هذول بالأكيوت راح يصيرون. فهذا الصورة خليت لكم إياه حتى أكو بي ميكانيزمز مال أكيوت ومال كرونيك هم بي. بس بالنهاية هم it will end both with left heart sided failure.
Next, please. الحد هنا أكو فت سؤال أو فت شيء فت استفسار؟ أكمل. زين. بالنسبة للكوزس فقط مال أكيوت حطيت. هنا مال الأكيوت راح يتقسم ثلاثة. Either decreased contractility مثل MI مال right side أو volume overload راح يصير مثلا انطينا massive blood transfusion انطينا هواية أو انطينا fluid overload فهذا volume overload or pressure will be overloaded on the right ventricle يعني increased afterload مثل pulmonary embolism بالARDS أو positive ventilation بال decreased contractility can be in the sepsis لأن sepsis can cause sepsis induced cardiomyopathy هذا في indices أو patient عنده left ventricular assisted device support فهذا راح يأثر على right ventricle أيضا هذا ال RVMI هذا right ventricular MI ومايوكاردايتس وبيري اوبراتيف يعني بوست كاردييك سيرجري هم اسكيميا وانجري كان كوز اول رايت فنتريكولار ديكريس كونتراكتيليتي هذا ملخص شفته كلش حلو ككوزز هم ميكانيزم بي وهم ككوز اكو بي نيكست بليز نيكست بليز هذا الجدول أسين طبعا طلع أحد الأسباب طلع أدش هذا الجدول أسين إيه أوكي إيه نعم مفتاح نعم. إيه بالنسبة أحد الأسباب المشهورة بالرايت فنتريكولار فيلر هو البلمونري هايبرتنشن والبلمونري هايبرتنشن أنواعه أو جروباته 5 فهذا الجدول ما أدري أني حبيته لأن هو هم pathogenesis B وهم causes B وهم الجروبات مقسمة B فهو أول جروب اللي هو idiopathic B mostly أو vascular disease هو pulmonary artery الجروب الثاني اللي حواية نشوفه pulmonary hypertension بسبب heart disease left side والثالث نشوفه هواية بسبب COPD الرابع بسبب هم أكو pulmonary embolism الأول أني لحد هسه الصراحة ما شايفته بس الثاني الثالث الرابع إيه شايفتها so I think this this one is very nice for us because it's summary everything for us next please هذا هم مختصر مفيد هاي الفيجر for causes of acute right heart failure either pulmonary embolism or ARDS or sepsis or ischemia mild right sided failure next please بالنسبة للساين السيمتوم زين انتو شنو رأيكم الأورثوبنيا أكثر بالرايت سايدد فيلر لو بالليف سايدد فيلر ليف سايدد فيلر شلون؟ ليف سايدد فيلر ليش؟ pulmonary congestion pulmonary edema إيه ليش؟ يعني قصدي مثلا ليش بالرايت سايد يصير دراي اذا بيور رايت سايد فيلر يعني مو ويا ليفت سايد ليش يصير دراي تشست لان بالليفت سايد يعني لما يصير بالمناري اديما اي ليه ليش يصير
هو بعد احنا ده نقول بيور رايت سايد والليفت سايد هو اللي مسؤول يعني بالمنر ادي مشون الصير الصير من يصير انكريز بالليفت اتر بالليفت اتريال بريشر وبالتالي انكريز سوري وبالتالي انكريز بالبلمونري بالي وبالتالي انكريز بالبلمونري فينوس بريشر والبلمونري فينوس بريشر وراها راح يصير لي يعني انكريز بالبلمونري كابيلاري بريشر وراها يصير البلمونري اديما فهي الميكانيزم مالت الليفت سايد هارت فيلر والبلمونري اديما بالرايت سايد هارت فيلر اذا بيورد ما راح يصير هاي الميكانيزم مشكلتنا مو بال يعني ما راح يصير هاي الميكانيزم هذا اللي ذلك يصير اللنج بالعادة دراي أسين عندك استاذ جمال رافع عيد الأسين منو؟ استاذ جمال رافع عيد استاذ جمال عفوا عندك استاذ جمال رافع عيد فضل عمو فضل استاذ جمال عمو ممكن تمشي لنا بس بالصور يلا أوكي بس ما أعرف أستاذ جمال شنو تعليق أستاذ جمال أستاذ جمال أستاذ جمال خاف المايك مالته إي عمو خلينا هاي الصورة أستاذ جمال إي نسمعك نسمعك هسه إي نسمعك أستاذ جمال صوتك بعيد صوتك بعيد أستاذ جمال انه the difference between the arterial end and the venous end of the capillary the higher point the right side failure they cannot easily go or reach the capillary of the pulmonary بينما the difference between the arterial and the venous systemic venous الكابيلاري العادي الموجودة بالجسم تكون big بالright side failure رح يصير الإديمة وين متجمعة بالdependent part لكن بالpulmonary capillary لما يزداد الvenous end pressure of the capillary أكثر فهذا إيش رح يصير رح يقلل من كمية السوائل المستردة عن طريق الكابيلاري أو عن طريق الليمفاتيك اللي هي طلعت من arterial end of the pulmonary capillary فمو تطلع من arterial end of the pulmonary capillary يكون hydrostatic أكثر من oncotic pressure لح يطلع وين يوصل للinterstitial فبما أنه دي يواجه ضغط أعلى بالvenous end of the pulmonary capillary فمو كليته لح يرجع فش لح يصير لح يزداد the thickening of the pulmonary capillary distance هذه هي بداية pulmonary edema شوي شوي كل ما تزداد the severity of pulmonary edema لكن إذا مريض عندك pulmonary embolism أو عندك مريض right side heart failure مدى يوصل pressure عالي حتى يكون hydrostatic pressure in relating to oncotic in big difference with the hydrostatic and oncotic pressures بال capillary end مات ال pulmonary veins. تمام. هو هذا ال main physiology أو pathophysiology of edema سواء كانت بال dependent part right side failure أو سواء كان بال pulmonary capillary لما تكون عند left side heart failure. تمام. عايز تيدك. زين أنا شلون عشتيدك أستاذ جمال شوف عمو هسا أنا شلون أستاذ جمال عمو وليد شلون راح أقولها في الشكل حتى يبقي بال الطلاب شوية أكثر باليهم أنيهم باو هاي الصورة هذا اللي دا يطلع هيك متعصب يشبهني هذا اللانك كاتب we cannot accept more blood ده تشوفوه هذا اللانك زين الرايت فنتريكل يس ايه هذا اللانك الرايت فنتريكل ده
ماذا يقدر يدفع له؟ يقول له we cannot accept more blood lung متعصب. يعني البريشر بي عالي ماذا يقدر بعد يدفع له اي blood. زين؟ فاللنج لما ماذا يتقبل اي blood ماكو اي شيء حتى يصير بي فد blood field or fluid floating. So it will be dry lung. بس شي يصير هنا لأن ال right ventricle والأتريا هسه شوف الأتريا متعجب هنا يقول ما دام هيجي so I send it back no worries رجعه وين صار hepatomegaly so congestion صار renal failure صار dependent parts رجع على peripheral edema صار ascites فرجع back الفلويدز هنا هاي قصدي أني بالفكرة حتى يبقى ببالنا إنه البريشر هالقد ما عالي باللنج الرايت فنتريكل ما راح يدفع به فيبقى اللنج دراي بعكس الليف فنتريكل فيلا اللي هو بالعكس افتهمتوا قصدي حتى بس يبقى ببالنا والكل كلامه يعني it's very nice thank you for your explanation and participation تمام و by the way هو هنا الصورة على يسار الشاشة هذا right ventricle كاتب I failed because you failed لأن it's more common causes of right ventricle failure is left ventricle failure. Next please. زين. هسه نجي للدياغنوسيس for sure after history and examination نبدي investigations ECG ال ECG no specific no sensitive but you can see in it right bundle branch block right axis deviation peaked P wave بس echocardiography it's for the assessment of right ventricle and left ventricle, of course, right ventricle diameters, systolic function, tricuspid, pulmonary, mean arterial pressure, and valvular heart diseases and left-sided heart, of course. Next, please. Then, SA view, يعني short axis view. A short axis view, بالإيكو, نشوف بيها هذا الفيو إذا right sided dilated نشوف right atrial dilated بالdiameter ونشوف septa flattened والleft ventricle sire D-shaped B when you come to our ICU we will show you how to do that this view and if we have patient with pulmonary hypertension we can show you also this D sign, inshallah. هذا الإيكو مثل ما تشوفون هنا كلش حلو الانترventricular septum هذا صاير flat والleft ventricle شلون صاير D shaped شوفوا شلون right ventricle dilated كلش هذا right ventricle إيه كلش dilated. Next please. أكو فد measurement هم اللي هو تابسي هو tricuspid annular plane systolic exertion اللي نقيس بها systolic function global يعني systolic function مال right ventricle يعني حتى ينطينا فكرة على مثل ال ejection fraction مال right ventricle بس هو global يعني بشكل خلينا نقول بشكل مخروطي للرايت فنتريكل راح ينطينا فكرة وهو لازم يكون أقل من هنا مكتوب 1.8 سنتيمتر يعني 18 مليمتر هو لازم يكون أكثر منه نورمالي فإذا أقل you have to think about pulmonary artery pressure pulmonary hypertension لأن السيستوليك فانكشن ماله مال رايت فنتريكل قليل صاير فإذا الكيس عندك pulmonary hypertension والتابسي
أقل من 18 فيعني you have to think that the prognosis of the patient is not so good. هذا شلون تقيس التابسي؟ تحط الـ M mod على الـ annular of tricuspid. دوس الـ M mod يطلع لك هنا جوا like an mountains من التيب to the end of the mountain خلينا نقول نقيسه فلازم يكون أكثر من 18 لازم يكون أكثر من 18 الشغلة سهلة وينطيك بد شيء كلش هنت مهم الكاثيترايزيشن pulmonary artery catheterization بعد الجولد ستاندرد حتى ينطيك الميجرمنت المضبوط البلمونري بريشر اكو انذرز اللي هو MRI والسي تي سكان to also give you idea if they dilated او الميجرمنتس طبعا اذا سي تي انجيو حتى ينطيك اذا امبوليزم اكو لو لا بس اكو شيء اخر شويه دخلت بي ديتيل نيكست بليز اللي هو Brain Natriuretic Peptide, BNP. ما أدري إذا سامعين بي قارين عليه. هو Brain Natriuretic Peptide و N-Terminal, Pro Brain Natriuretic Peptide. هو أحد مقاييس for heart failure عموماً for diagnosis يستخدم. يعني مثلاً إذا كيس أكيوت ديسنيا إجا أكيوت ديسنيا بالطوارئ أو حتى دخل acute dyspnea بالICU الدزة هذا التيست إجاك قياسين إذا أقل من 100 picogram per mil فهذا negative من الheart failure بس إذا إجا أكثر من 500 this is positive 81% أوكي تمام لحد هنا. By the way, هذا هرمون, it's secreted by ventricles. Okay, it's by ventricles. Next. دكتورة أسين عفوا هو من الventricles أو من الأتريام؟ No. It's named like that. It's by ventricles, but it is very trace from atrial. Hey, who responded to stretch? Many cell stretching. Yes, I was thinking like you too, but when I read it and searched about it, it's mainly secreted by ventricles. For this reason, yes, ventricles, and it is yes. Little amount from atrial. For this reason, it is diagnostic if it's heart failure. Heart failure. And in heart failure, and the ventricle dilated. Ventricle failed to eject. Yes. Next, please. Yes. بس عندك مشكلة هم. هذا هم عندك إنه يرتفع بالrenal failure, pulmonary embolism, pulmonary hypertension, with the case chronically hypoxic. طبعاً إذا تلاحظون آخر ثلاثة. Pulmonary embolism, pulmonary hypertension, chronic hypoxia. Three of them related with heart failure. So it must be to be related with the clinical scenario for sure. بس زين. أنا ليش أدز لعت؟ إذا الكيس مثلاً هو heart failure أو بيصعد ويا هيجي كيسات. For to know my prognosis of the case. أنا كاتبت لكم إياه جوا إيه لأن على مود أعرف السيرفايفل ماله والبروجنوسيس يعني مثلاً المورتاليتي مال الكيس اللي يطلع لي ماله مثل أنا كاتبت لكم بالإكزامبل 1415 بيجوغرام مو مثل اللي يطلع لي 628 بيجوغرام يعني أتوقع المورتاليتي ريت البروجنوسيس مال الكيسات اللي يطلعون عالي اللي هم هيجي كرايتيريا is very high and poor prognosis next please زين بالنسبة للتريتمنت التريتمنت first it must be directed first for the
underlying cause. يعني إذا embolism, you have to treat the embolism. إذا endocarditis, myocarditis, for sure, for antibiotic. وإذا surgical cause, valvular cause, you have to direct according to the, that. But, next please. بس عندنا شغلات لازم قواعد نداريها اللي هو 3 target بالacute right heart failure. You have to preload optimization, afterload reduction, and improve contractility. Next please. هذا السؤال زين. أنا primary goal مالي بالacute right failure avoid systemic hypotension in order to prevent sequelae such as myocardial ischemia or hypotension. مثل ما قلنا بالبداية صح؟ زين فكروا زين باللي دا أقول. إحنا قلنا مريت hypotension صح؟ زين وقلنا إحنا لازم optimization concentrate optimization مع البريلود ولازم ديكريز افترلود وامبروف كونتراكتيليتي. زين اقدر استخدم من رايت سايد فيلر نور ادرينالي وليش؟ لا ما نقدر ما نقدر ليش؟ لانه يزيد الافترلود ها يا افترلود right side afterload. خلينا دقيقه حبه حبه. الرايت سايد افترلود ده اقص ده نقصد منه pulmonary artery. عافيه ده نقصد pulmonary circulation صح؟ صح جزال. زين احنا النور ادرينالين موستلي نستخدمه بشنو؟ vasodilatory shock. شنو؟ بازو دايلاتري شوك. زين خلي اصيغ السؤال بشكل اخر. هو يشتغل على اكثر يا ريسبتر الفا ريسبتر. جميل زين وي يوز ات وين وي نيد بازو دايلاتيشن when we sorry we have vasodilation and we need vasoconstriction, so it also affect pulmonary vasculature, also cause pulmonary increase was systemic pulmonary vascular resistant as systemic vascular resistant, so ماشي. Increase after road ماشي. اوكي انا راح اجي وياك زين. بس انا احنا قلنا شوفي السؤال اقريزي to avoid systemic hypotension. ماني كاتبة هسه systemic hypotension ماشي. بس انت بالright side failure عندك CVP عالي يعني مو بالصورة اذا تذكرين رجع الهاية كله صح و CVP عالي عندي مرات صح واني اريد to avoid sometime hypotension ولا تنسين optimization مال البريلود. ترى الجملة حساسة مال optimization. وأنا كاتبت ليش can we use noradrenaline and why. هسه راح نشوف ونفك نفك الطلاسم سوا ماشي. next please. نقدر نستخدم ليش؟ لأن إحنا therapeutic goal مالنا بالpatient who are hypotensive with severe elevated pulmonary artery pressure to maintain systemic artery pressure higher than pulmonary artery pressure. وصلت الفكرة؟ أوكي. Okay. إيه هاي مبدئياً. وهسه راح نجي يعني شنو optimization مال preload. next please. زين هاي خليتها بالبداية حتى بس نشوف أول شيء شلون. هسه هاي بال
أول شيء بالدايجنوسيس نسوي BNP وتروبونين وال TTE يعني ترانسفوراسيك إيكو معنا. و you have to know the cause and direct treatment to it. زين شوفوا هنا هم كاتب optimize volume state. What it mean? So bolus if preload dependent. Diuretics in case of congestion. يعني انت الكيس مالك مو شرط هو congested. صح احتمال dependent area إديما بس الكيس مالك hypovolemia احتمال الكيس. بس إذا الكيس congested إذا الكيس congested فأنتي لازم تنطي ذاك الوقت diuretics. وصلت الفكرة؟ زين هسه راح ادخل بعد هسه راح ادخل شويه ديتيل مور والبرفيوجن. شوفي هنا حتى ارجع البرفيوجن هنا اقدر ورا ما انطيت صوت اختفى يا دكتوره اسيم. نعم شلون دختو الصوت يمنا موجود؟ لا الصوت اختفى يقول بس يمنا موجود. احمد عفوا احمد هسه زين اوكي رجع اوكي استمري. مثلا فرضا انطيتي بولس لان انت هنا ليميتد البولس مالك يو كان نوت جيف مور مثل الهايبوفوليميك شوك مثلا يو هاف تو اد نور ادرينالين ان ذس كيس بيكوز يور مين ارتيريا بريشر ات ماست بي مور ذان 65 اوكي زين وراها next step to improve your myocardial contractility by such a drugs راح نجي عليهم و after that more advanced option you may need to relax the afterload which is pulmonary circulation. هذا فشي هسه شي مبسط قلنا عليه كم نقاط. next please. هنا شوفوا بالoptimization مال preload هذا maintenance rate rhythm اوكي هذا بالoptimization منطي هنا شوفوا small إذا under filled منطي كلش قليل 50 إلى 100 مل وراها بالسورس الآخر مكتوب 500 تقدر تنطي يعني حتى وإذا overfilled تقدر تقلل ال congestion طبعا according to the IVC diameter اللي راح تشوفه ويا clinical condition you have to start diuretics. إذا ما فات طبعا you have to start dialysis ويا زين على مود ال contractility you can start inodilator. Inodilator هو خبط بين inotrop و vasodilator اللي هو docutamine و milrinol و vasopressor you can use either vasopressin or noradrenaline طبعا. هسه راح نجي دكتور next in order to go more detail أحسن. زين مثل ما قلت هنا الاوبتمايزيشن اذا الكيس مالك يحتاج هايبوتنسيف اند يو نيد فوليوم هنا هذا السورس اللي طلعت منه عمو جمال الله يسلمه الدزليه 500 الى 1000 حتى توصل للتارجت مالك اف هايبوفوليميا تقدر تنطي 500 سوري تو تشالنج هناك بذاك الجدول كان مكتوب 50 إلى 100 الدايوريسيس مالك تراي كل يومية مو أكثر من 500 أو 1000 سي سي ماكس تو دايوريسيس طبعا احنا دائما بالآي سي نشوف according to saturated venous oxygen
نراقب الكاردياك اوتبوت والاكسجين طبعا اللاكتيت والسي في بريشر يو فولو اب يور بريلود اي بي سي اند ساتوريتد فينوس اوكسجين. هذا اللي قصدته هنا if you can use noradrenaline or not. In reducing after load, طبعاً قلنا pulmonary vascular resistance. عندنا طرق. هذا inhalational واللي هو rapid onset وما عندك systemic absorption. Nitric oxide, next please. عندك nitric oxide and you have prostanoid اللي هو epoprostol. هذول هم inhalational. We have here اللي هو phosphodiesterase 5 sildenafil inhibitor. مشكلة السلدنافيل احنا نعطيه systemic هنا ويسوي hypotension يمنا هنا وcan cause blunting for hypoxic pulmonary vasoconstriction. هذولا for decreasing the afterload. Next please. زين ال contractility عندنا دوبيوتامين اللي نستخدمه الدوز بين 2 إلى 5 مايك بير كيج بير مينيت هو يقلل البالمونري فاسكولار ريسيستنت بس يزيد الأرثمية هو يشتغل على بيتا بيتا 2 وبيتا 1 اوكي وعندنا مينرينون اللي ما متوفره هذا الفوسفودايستريز 3 انهيبيتر يزيد الكونتراكتيليتي والبالمونري فاسكولار ريسيستنت وموستلي يستخدم للكيسات اللي ما يريد يصير بهم أرثمية. Next please. وهذا المشهور اللي ما أنا شايفته الصراحة ليفوسيمندان. هذا يستخدم حتى بالليفت فنتريكل فيلر. هو كالسيوم سنسيتايزر إنتروب يزيد الرايت فنتريكولار كونتراكتيليتي حتى بالاي ار دي اس ممكن يستخدم يزيد الكونتراكتيليتي عنده خاصيه تو نوت انكريز اوكسجين كونسبشن بس يسوي اريثميا وهايبوتنشن نيكست بليز زين كل هذا وما فاد والبيشنت ان ستيبل So next thing is either ECMO or right ventricular assisted device. يعني ما بقى غير شيء لازم لو ECMO لو يحطوا له جهاز. زين هذا آخر شيء أدري طولت سوري بس هو الموضوع كلش طويل. هذا سؤال. Case 81 سنة عمره male patient عنده myocardial infarction. سووا له كابج دخلوه للاي سي يو كاردياك اي سي يو هو على تيوب وفنتيليتر لا مخلي له انوتروب ولا فازوبريسر كل شيء ماكو زين سووا له كاردياك اوتبوت ستادي الهارت اسين اختفى الصوت اسين أسين 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 ألو السلام عليكم ها وعليكم ألو. السلام ألو ألو الصوت عم نسمع الدكتورة أسين صوتها أسين وينك أسين ألو أسين موجودة أسين أسين عمو يمكن طلعت انه ماكو اسمها بالبارتيسيبنتس ها اوكي شنو يمكن النت انقطع
أعتقد النت انقطع مو؟ دقيقة خلي أرجع أشوف يمكن أسين انقطع الصوت عندها يمكن النت يمها موشي. هسه دقيقة. سوري أدري والله طولت. أقول لك شنو النت انقطع عندك أسين؟ شنو؟ إيه إيه انقطع. يلا أوكي أوكي يلا ماشي. هو بقى هذا آخر سلايد حتى نحل إيه. الكيس أوكي يلا. سوري أدري والله طولت. لا لا اتس أوكي هو الموضوع مهم ويعني لازم يتغطى ماشي. واسع. تمام 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 سهلة يلا هذا آخر سلايد حتى يعني هسا حسافة تجمع ما تحلت غفران هسا أنت الهوست عيني سويني هوست دكتورة غفران دكتورة غفران دكتورة غفران نعم نعم أستاذ بس حضرتش الهوست بس دوسي على اسمي ورجعيني هوست حتى أطلع البرزنتيشن شون صورت هوست الظاهر من انقطع يا مأسين راح عليك زين شو سوي ما أعرف دوسي على اسمي باعي دوسي على اسمي أستاذ سويت وليد علي أوكي. عافية جيد 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 يلا أوكي هاهي من انقطع يا مأسين يمكن شتيت إذا تحجين فراح عليك يلا أوكي مو مشكلة هسه تطلع لكم الشاشة مو؟ يا مو تطلع تمام أوكي يلا يلا ياسين كملي هو ما بقى فيه بس no evidence of tamponate on echo urine output أقل من 20 lactate صاعد زين يا medication أحسن شيء ميلرينون لو دوبيوتامين لو نور نور أدرينالين لو ديجوكسين لو أدرينالين وليش؟ يلا عادي نحكي chatting with each other. ما في دكتورة جاوب؟ تفضل. دكتورة هي بالنسبة للpatient أول شيء عنده increase بالsystemic vascular resistance. نعم. ما عندنا مشكلة كإحنا كheart function كsystole blood pressure normal. ما عندنا شنو؟ ما عندنا شنو؟ مشكلة بالنقول كهارت كونتراكتيليتي إنه البلد فرشر مات نورمال كسيستوليك 131 يعني كإجكشن فراكشن ما عدا بس يعني 130 على 78 شوفة نورمال بس هي كسي بي بي صاعد كارديك إندكس قليل وين حياته 1.9 هايبر سيرفس أريا بس كارديك إنه قليل. In normal more than 2.5. إيه. والpatient tachycardic واللاكتيت عندك صاعد واليورين أوتبوت قليل. أوكي يعني كنا مشكلة بالكارديك كونتراكتيليتي. أوكي ما هذا normal voltage. 1.5 إلى 2.5 أبدي. المهم. مو مشكلة عادي عادي. اي فنحتاج لعندنا شي حاله فد الدراج يزيدنا انو دايليتر ماشي كمل اشوف انت على شنو تتفكر اي فد هيك حاله اي كدراج اوف تشويس هو المليورينون نقولنا ما يزيدنا البالس ويت هوايه واضافه نسوينا انو دايليتر ويزيد كونتراكتيليتي هيك حاله Yes, you are right, absolutely right, because you patient, look, milrinone is more preferred in patients who has tachy arrhythmias. The patient who has heart rate 115. Milrinone is more in the arrhythmic cases. Then, high one. The dopamine, why did you choose it? Because the patient who has tachy.
صح؟ الدوكيتامين عنده خاصية أريثموجينيك. تتذكر أنا بالمحاضرة قلت هالحكي إنه المينرينون يحبوه بالكيسات اللي أريثميا أو تكي أريثميا. فالدوبيوتامين عنده خاصية إنه هو يسويك أصلاً تكيكارديا. This is one. الكيس عندك كارديك إندكس ماله قليل وبادي عندك بادي ال أورغان فيلر. يورين أوتبوت قليل. لاكتيت عندك 6. النور ما تحتاجه لأن سيستميك فاسكولار مثل ما قلت أوكي جيد. ديجوكسين you don't need it in such a case. والأدرينالين أصلاً أريثموجينيك. So the best thing ميلرينون. ليش؟ لأن حتى البلمونري فاسكولار ريزيستنت مالك راح يقلله لأن هو 24 لا تنسى. والديجوكسين ما راح يشتغل على البلمونري. ف all of it يعني أنت راح by exception طلعت النور طلعت الأدرينالين والديجوكسين هم طلعته بقيت حاير بين ميلرينون والدوبيوتامين. فتطلع الدوبيوتامين لأن كيسك أصلا أريثمية يعني كيسك أصلا عفوا تيكيكارديا وأصلا pulmonary artery pressure ماله عالي. فأنت تريد فشي يشتغل على طرفين اللي هو على الكاردياك والبلمونري واللي هو أحسن شيء من الرينون. And thank you. أي واحد نسأل؟ عاشت إيدك دكتورة أسين. You are welcome. شكرا دكتورة أسين. أريد أسمع المحاضرة. أريد أسمع من عاشت إيدكم. أريد أسمع من دكتور جمال أستاذ جمال عمنا إذا عندك أي ملاحظة. أريد أسمع جمال. أستاذ جمال. يمكن عندك مشكلة بالمايك أستاذ جمال. أستاذ جمال ألو تسمعوني؟ إيه هسه نسمعك هسه نسمع. إيه آسف عندي فد يمكن فد كم ملاحظة. أولا قلنا إحنا بس إذا تعيدين explanation ليش يصير failure بالفيلينج ما تل left side؟ هل هو بسبب shifting of the septum or there is another cause؟ عفوا استاذ جمال ليش يصير فيلر بال ليش فيلينج يتاثر لما يصير رايت سايد هارت فيلر وقلتي انت السبتم يكون منحرف اكثر باتجاه ما يكون خلينا نقول باتجاه الرايت وانما يكون راح يكون كانه راح يصير بونسينج اي راح يصير بونسينج بالسبتم هذا 1 فالفيلينج راح يقل بالليفت سايد plus انه decreasing cardiac output perfusion عموما راح يقل هم فالليفت سايد اصلا راح يصير هم اسكيميا يعني انا ما ادري يعني اذا بس احس شيء الاكسبلينيشن مالتي يا ريت تقولوا لي هل هي صح له خطا الفيلينج اوف فينتريكل ات از موستلي ديورينج ذا طبعا 2/3 اوف ذا تايمينج اوف دايستول ات از باسيف لما يكون عندنا end diastolic volume مات ال right side أكثر من ال left side إيش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا shifting بال septum راح يأثر. For the main cause is the shifting لأنه ال filling مات راح يصير أقل لأنه ال passive filling of the ventricle راح يتأثر نقطة. والنقطة الثانية بما أنه عندنا فالإجاك الأوتبوت مات الرايت سايد قليل فلذلك هم لح يأثر لنا على الفلنج مات الرايت فنتريكل وبعدين هم يأثر لنا على اليمن على الـ على الـ يعني على الفلنج مات الفنتريكل. ما أدري هاي إذا أنتو يعني الإكسبلينشن مالتي إز رايت أو ليفت. عندي سؤال ثاني إذا أمكن. أنت حطيتي النور أدرينالين كأنه first choice حالة المريض لا مو first line بالبداية قبل ما توصلين للانتلايد الأخير وذكرت المرينون زين شو وقت تعتبر مثلا نور أدرينالين first choice أو استعماله أقوى من المرينون نور أدرينالين لو من المرينون أستاذ نور أدرينالين تذكرتي نور أدرينالين
بالسلايت برايمري جول وهل نستخدمه لو ما نستخدمه قلت نستخدمه First line of management. No. I'm sorry. I couldn't make my goal. Noradrenaline فقط for the preload, not for the contractility. المينرينون for the contractility. Preload. هل عندك أنت مشكلة أصلاً بالpreload؟ أحد استخدمت النورادرينالين واللي هو شيء أثر عليه من على الأرتيريال سيستم له على الفينوس سيستم أكثر. على الأرتيريال ألفا. يعني أنت إذن المشكلة إحنا هنا طبعاً دائماً لما نستخدم أدوية it is not a drugs action and that's all. It is the patient condition هي اللي تحدد لنا. بس أكو عندك السلايد اللي ذكرتي management of heart failure اللي هذا المستطيلات أول شيء optimizing of the preload بعدين بعدين الأينوتروب بعدين تجين هذا يمكن it is better بس أنا إذا جاني مريض with acute heart failure right side heart failure إلى درجة بحيث إنه يعني جوزاني ما لحل يعني optimize everything جوز استخدم small dose من noradrenaline to make a perfusion to the coronary حتى على الأقل I preserve myocardium perfusion and oxygenation until I optimize other thing. طبعاً أكو عندنا أكو فد تشابه بين المانجمنت مالتج والمانجمنت مال المريض مال cyanotic heart disease congenital cyanotic heart disease. طبعاً بالمانجمنت مال طبعاً هو شنو إحنا الهارت فيلر الرايت سايد بالأصح هو it is the machine that pump blood to be oxygenated فلما يصير عندنا هارت فيلر رايت سايد هارت فيلرز راح يكون الإفكت وين مالتنا على اليمن ما دي يوصل دم خصوصاً طبعاً حسب السيفيريتي ما دي يوصل دم كفاية للبولموناري فلذلك إيش يصير عندنا تصير عندنا انه الاكسجينيشن مالتنا راح تقل الفلنج مال الليفت سايد راح تتاثر فالتشابه وين مالتهم كذلك سيرنتيك كونجنتال هارت ديزيز لما نعطي تخدير لهيجي مرضى خصوصا اذا تجيكم كيسات اللي هي يعني فور انذر كيس انذر فور يعني نون فور نون كاردييك سيرجري اوبتمايزنج ذا بريلود حتى لا يصير عندهم ديهايدريشن فيسكونستريكتنج واير Optimizing the contractility of the right side, which is the best choice in Marinon, and try to decrease pulmonary vascular resistance. اللي مرات إحنا ما عدنا شيء نقدر نسويه آني سواء كانت بالثياتر أو بالICU إلا manipulation of FiO2 and tidal volume respiratory rate to increase FiO2, decrease the CO2 and do alkalinize the patient خلي more alkalinized هذا طبعا بحد ذاته حقللي pulmonary vascular resistance إذا أنا عدني فد inhaler يعني سواء كان nitric oxide أو سواء كنت استخدمت إذا عندي case suspected right side failure إذا استخدم لأورال سيلدينافين المرينون موجود بالسوق واحد يقدر يدبره ويستخدمه لهيجي مرضى This is the second point. The last point, إنه كل ما يقل الكاردياك إندكس اللي هو 2.2 إلى 2.6 must be the urine output يقل واللاكتات يزداد. فهيدلنا على البرفيوجن واللي هو منو مسؤول عليه الليفت سايد. طبعاً أكو قلتي الليبوسيميدين. طبعاً بعضهم يطبلون إليه وبعضهم يقولوا لك it is not superior than مرينون. وليبوسيميدين يحتاج نور أدرينالين شافه أكثر من الأدوية الأخرى وآسف للإطالة شكرا بالعكس عاشتيدك عم أستاذ جمال عاشتيدك your tips is highly appreciated وعاشتيدك very nice tips عاشتيدك ممتاز عاشتيدك عمنا أريد أسمع من الدكتور أحمد دكتور حسنين دكتور غفران دكتور منو بعد حاضرين ويانا دكتور أحمد دكتور حسنين أسمع كامل
لا عشتيتك والأمور كلش واضحة، بس هو فقط الميلرينون أنا أتذكر قبل فترة كان موجود بالمركز العراقي بالطابق 12 وجبنا من عندهم. جبنا من عندهم نستعمله أي صح صح. أي فهسه ما أعرف بالفترة الأخيرة موجود أو لا. والله دزيت عمو ما لقيت. إيه هم ما ينطونا لأن هم مشتري شراء، بس إحنا يعني ندز من أوتسايد نوبات نجيب استعملناه عدة مرات. إيه لا ممكن ندز من أوتسايد موجود. موجود أوتسايد. تمام زين. حسنين كان موجود ويانا يمكن من انقطع النت يمكن راح. أريد أسمع من غفران فاتن وحيد شباب إذا عندكم أي شيء. محاضرة حلوة وما عندي حاليا سؤال. جيد. آسف عمو وليد. لا عفوا عمو أخير إذا ما تصير زحمة. يا حبيبي عم نأمر. مرات يجوز إذا يجيكم كيس سينجل فنتريكل بالآي سي يو for any cause. فهذول السينجل فنتريكل وأوبريتد أهم نقطة بالمراقبة مالتهم بالآي سي يو هي SPO2. تمام. لأنه خصوصا إذا we are not optimized central venous pressure اللي لازم مرات نسوي فوق 20 أو أكثر 25 حتى this is the only way or the only force to force blood to the lung. فإذا جاءكم كي single ventricle operated وده يعتمد فقط على رابطين السوبيري فينا كافا والإنفيري في كافا ويا البولمونري آرتري، فأهم مونيتورينج هو SPO2. بس يشوفون SPO2 وصار تكيكارديا معناته المريض he is not optimized CVP تحول CVP لازم يكون أكثر من 20. Then this is the only pumping force to the lung. صحيح. عاشت إيدك عمنا صحيح. تمام. عاشت إيدك أستاذ صحيح وذكرني على ملاحظة أنا نسيت أكتبها الصراحة. Right sided failure لازم CVP يصير 16-18 ما يصير أقل. إذا الكيس right ventricular failure لازم CVP يصير 16-18 أو أكثر ما يصير أقل. تمام ممتاز. أنا عندي 2 points أريد أكد عليها. السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا وكاك وحيد تفضل كاك وحيد. Sorry Ami, I want to just review the management of case of Eisenmenger. As you know, it is a case of chronic right side heart failure and there is intraventricular shunt. Tamam. What is the best management? أسين تقدرين تجاوبين لو نسأل أستاذ جمال؟ ما فهمت السؤال والله عمي. Cases with Eisenmenger, how to manage? Eisenmenger. الايزمينجر هو اصلا شيفتد صاير يعني اكو شيفت from right to left، بس هو احنا لازم اصلا الكيسات اللي بيهم الرايت تو ذا ليفت شيفتد هو لازم السي في بي هم نفس المبدا انه يكون بيهم ذا سيم لازم يبقى يكون عالي. This is one. والبريلود لازم ابد ما يقل ابد لازم ما يصيرون هايبوتنسيف كيسز خاصة جماعة حسة مثلاً جماعة هم mostly السينوتيك هارد ديزيز وهذول يصيرون الايزمينجر وراح يصيرون شانت they have to never become hypotensive cases. So هم نفسه نرجع على مثل ما قال أستاذ جمال they have to have very good preload these cases. فحتى اصلا هم يبدو اذا صاروا desaturated اصلا that mean they have under preloaded. هو نفس المبدا راح نرجع عليه اذا Eisenmenger واذا قصده كICU لو قصده كoperative. اذا كoperative فعمو جمال هو شرحه لان هو single ventricle راح يصير على نفس المبدا مال Eisenmenger لان هو بي شنت اصلا بيهم
بس بالنسبة للآي سي يو إحنا مشكلتنا بالشنت اللي راح يبدي من الرايت تو ذا ليفت. فإحنا السيستميك فاسكولار ريزيستنت هم لازم هذا أبد ما راح يقل، بالعكس إحنا لازم نزيده، يعني نحتاج نستخدم النور أدرينالين هنا أكثر إذا نستخدم أنستيتيك دراكس، لأن الأنستيتيك دراكس راح يسوي هايبوتينشن، وإذا زاد الهايبوتينشن راح يزداد الشنت من الرايت تو ذا ليفت، وإحنا ما نريد هذا الشيء، بالعكس لازم نزيد الليفت فنتريكل الليفت سايدد، يعني الافتر لود مال الليفت سايد اوف ذا هارت واللي هو باي فازوبريسر حتى نقلل الشنت فروم رايت تو ذا ليفت. السلام عليكم. عليكم, عليكم السلام. عم مراح؟ نعم. اهلا هلا 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 دكتورة مراح. على مقاطعتكم. عم اذا تصححي لي اذا انا غلط. لا ماكو اي شيء، بس يسمعني عمو جمال وحتى يصحح لي يا ريت. ايزنمنجر سيندروم هو اصلا ليفت رايت شنت من وراء البولمونري فاسكولار ديزيز اللي تصير عندهم بسبب الهاي شنت، ينتهون بانه تتساوي البريشر بالسيركوليشن ان بوث سايدز الى ان تقلب ان تصير رايت تو ليفت شنت. فالسؤال مال الدكتور وحيد هو المفهوم، يريد مانجمنت فور وات؟ هم عاده احنا بالنسبه لنا لما ندخلهم كاث حتى نشوف اذا كانوا بولمونري فاسكولار ديزيز يعني they do not respond to oxygenation to any kind of change of ventilation to medication to increase يعني حتى نسويهم pulmonary vasodilation. إذا ما يستجيبون ودولا Eisenmenger disease والcirculation بجهتين pulmonary and systemic متساوي وإذا مور رايت من أكثر فدولا unoperable، يعني تصير عمّة liable for operation والـ only solution for them is cardiac transplantation. فسؤال عما يعني إذا pressure بين الـ right والـ left إذا صار متساوي هذولا unoperative unoperable to correct that defect that causes Eisenmenger syndrome. فذولا الحل الوحيد لهم هو فهو ده يقصد cardiac يعني management for cardiac surgery، فهو transplantation for non-cardiac surgery you avoid GA by any mean. دول الوحيدين اللي بالأنستيزيا كلها اللي تقولهم you are not fit for GA. والتعليق الأخير أكيد العمو جمال، بس إذا أجا بالICU هاي الكيس عمه نعم إذا أجا هذا الكيس بالICU هذا الكيس بالICU تحاولين تسوين كل اللي حكيناه حتى تقللين البولمونري فاسكولار ريزيستنس وتحافظين عليه الايف يعني وتستخدمين الى ان توصلين الايكمو، مجرد كبريدج فور ترانسبلانتيشن ذير از نوثينج تو دو فور ذم. يعني بهذا الكيس راح استخدم نور ادرينالين دوز عالي بهذا الكيس لازم؟ مو بس نور ادرينالين، يو ويل يوز ايفريثينج جاست تو كيپ هيم بالانسد تو كيپ الايف. اقول لك الى 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 حد الايكمو as a bridge for transplantation. فهو السؤال شنو management when where. Sorry doctor, I mean in the ICU cases, not in operation. You mean if there is a case of Eisenmenger, we should let the patient die. السؤال واضح دكتورة ميرا. يعني من ECMO assist device إلا أن توصل للترانسبلانتيشن you can't do nothing for them. أستاذ جمال إذا عندك تعليق أستاذ جمال. شكرا دكتور مراح. أشكركم أولا، ما أدري إنه السائل يعني أجنبي لو عراقي حتى أحكي بالعربي لو بالإنجليزي. دكتور وحيد هو يعرف عربي، إذا تريد تحكي عربي كيف. أشكركم أول مرة قصة واقعية حدثت في مستشفى ابن البيطار، شغله دكتور حميد العاني لطفل قرايب احسان طبيب تخدير عندنا. دخلوا للصاله فاجى طبيب الباطنيه، هسه الان هو مدير قسم في السعوديه مال جراحه قلب مال اطفال، قام يصيح ويعيط This is case of Eisenmenger you shall kill him on the table. دكتور حميد العاني جرى نفسه قال يابا دكتور حسان شو اسوي؟ قال له احنا اعطيناه تخدير بعد توكل على الله، هذا هو ميت هو.
ثانية when male extubate himself and standing on the table on the bed and he is progress well. شنو النقطة هنا؟ النقطة المهمة. النقطة المهمة who say it is Eisenminger. نقطة كلش مهمة. لأنه when you say it is Eisenminger as if you say their certificate. فلذلك re-evaluate. نقطة. Re-evaluation يعتمد على ماذا؟ Is the changes in the pulmonary it is established and there is طبعاً أنه المرضى لما يوصلوا Eisenminger يعني هم قبل ما يقولون establish وانتهت أمورهم هم بعدين cyanosis لأنه adequate blood that exchange that can be exchanged through pulmonary it is not enough. فإذا يبدون بوليسايتيميا يبدون هايبوكسيا سينوسيس هاي موجودة. تمام. اختفى صوت أستاذ جمال. أستاذ جمال اختفى صوتك. راح نستخدم all means of oral medication, intravenous medication, oxygenation, ventilation to assist. There is some changes. If there is some changes, it is not Eisenminger. It is still suboptimal. نقطة. النقطة الثانية تعال تجي. طبعا دائما احنا دائما نقول مثلا شون سلما علقنا على النور الأدرينالين مارينون كذا هذا. الدراكس It's not given as a first, second, third. صح أنه مثل ما مكتوبة first choice, second, third choice. The first choice is discussing the condition of the patient and you have explore what you have medication. حتى أنه تقدر تقول I first try that or that or that. وليس أنه رأساً أبدي يعني صح أنه pressure قل. بس البرشر قل جزء مو سبب انه شو اسمه اللو فينوس ريتيرن تو ذا ليفت سايد جزء سببه قله الاوبتمايزيشن مال البريلود جزء سببه قله الرايت سايد بامبينج اينوتروب جزء انه صار المريض لما هو صار عنده لو كاردياك اوتبوت كاردياك سمات قليل صار عندك اسيدوسيس الأسيدوسيس بحد ذاته تسبب لنا كريس بالمنية باسكول ريزيستنس زيد الطين بلة في وير ماست بي جو بيزك اند سيكونس حتى نقول زين تبقى نقطة مهمة احنا وصلنا انه هذا الكيس باي اني مين باي اني هاو هي از Eisenminger از ذير از كونترا انديكيشن ابسولوت كونترا انديكيشن تو جي اي ذس از ا كويستشن مارك طبعا دائما احنا لما نسأل أي بروسيس نسويه طبعاً التخدير هو عبارة عن facilitate things أي بروسيس نسويه هو عبارة عن measuring risk and benefit إذا المريض عاني مثل جايني bleedings ومضروب طلقة بالchest وما أقدر أسوي لأني في البروسيس اللي أقدر أسوي له في tampering للbleeding أو كذا he will be lost within you get within 10-15 minutes one hour he will be lost جايني head injury اقلب المريض على اقلب المريض upside down والطي original يعني فهنا ايش راح تعتمد السالفه how much the risk اجي discussion with the surgeon with the physician he is Eisenminger if I give him general anesthesia or even حطيت أنا في الديريجينال فتشي بحيث سوالي بيزيو دارتي شنو وزاد للطين بلة فأنا رح أسوي discussion للكيس and how much he can benefit from the surgery is the surgery can be solved by any process فتشي آخر ويجيني top surgeon ما يجيني واحد junior و 2-3 surgeon حتى أنه discussion فهاي discussion أما إذا مثل وصل Eisenminger he will face difficulty in يعني in sedentary life حتى بالsedentary life جزء واصل لهيك حالة هالشي هيك حالة من يوصل
طبعا احنا try to انه make patient انه قلنا احنا benefit risk نقطة, والنقطة الثانية he try to live in comfortable way. اذا هو قاعد ومختنق ومضايق يقول قتلوني ولا تخلوني, فلازم انه قبل ما يوصل يجي حالة احنا نخلي الاوبشن مال ايكمو مال الرايت او ليفت ventricular assist device or both and transplantation in our planning, حتى نستطيع من خلالها انه يوصل المريض انه يجي يقتل نفسه والله حتى يرتاح من المصيبه اللي هو بيها. واسف للاطاله. عاشت ايدك عمو جمال, عاشت ايدك, عاشت ايدك, ممتاز, عاشت ايدكم. تمام. إذن أعتقد إذا ماكو سؤال حتى ننهي, لأن الموضوع أعتقد تغطى بشكل جيد. أنا أستاذ هنا من موبايل هاجر. إذا أكو أسئلة. أي أوكي دكتورة ميراح, إذا عندك كلمة أخيرة دكتورة ميراح. لا العفو أستاذ وليد, شكرا جزيلا على الدعوة. الله يخليكم, الله يخليكم. تمام. باستمرار شرفتونا, والله شرفتونا. احنا بالعكس, احنا ممنونين, احنا ممتنين من عندكم. شكرا جزيلا للجميع, ومحاضره قيمه, وعشتكم على المعلومات جميعا. شكرا جزيلا استاذ جمال, انا شرفت بحضرتك ولو بالامتحان مالتنا. شكرا جزيلا لحضرتك, وان شاء الله نتمنى لك الصحه والسلامه ودوام الموفقيه. خير وسلامه ان شاء الله جميعا. خير وسلامه ان شاء الله عمنا جمال. تسلمون إن شاء الله. إذن ننهي السيشن مع اليوم وتصبحون على خير, وإن شاء الله باكر دكتورة فاتن راح تقدم لنا an intro to pharmacology بالICU. وإذا يعني إذا تشرفونا أستاذ جمال أو دكتورة ميراح, إذا تشرفونا همينة الدعوة مفتوحة طبعا. شكرا جزيلا. أنا وسهلا. فاتن جاهزة على باكر لو أكو question mark؟ لا أستاذ جاهز إن شاء الله. بالساعة إن شاء الله, بالسابعة على الاتفاق. بالسابعة إن شاء الله. إن شاء الله موفقين. إذا وإذا تحبون غير الوقت عادي, يعني جاهزة أي وقت, بس إحنا قلنا يعني وقت جيد حتى بعد الصلاة. بعد الصلاة إن شاء الله وقت جيد أعتقد. ممتاز. يلا إن شاء الله تصبحون على خير, وعاشتيدكم جميعا. ممنونين. السلام عليكم دكتورة ياسين. عاشتيدك عاشت إيدي دكتورة ياسين. تسلمون.